تحت رعاية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، افتتح مساء اليوم أو مساء أمس المؤتمر الدولي الثاني لعمليات الإطفاء، وذلك بحضور عدد من السفراء وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، حيث ينظم المؤتمر وزارة الداخلية بشراكة مع شركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، بمشاركة قيادات الدفاع المدني والإطفاء في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. ويتم بحث عدد من الموضوعات والأوراق العلمية ذات الصلة بتطوير عمل الدفاع المدني واستعراض التجارب الناجحة على المستوى الدولي. وأكد معالي وزير الداخلية في تصريح له بهذه المناسبة أن عقد هذا المؤتمر الدولي يعكس مكانة مملكة البحرين على خريطة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، خصوصا مشاركة هذه النخبة الواسعة من خبراء الإطفاء. وأوضح أن مملكة البحرين قطعت شوطا طويلا في مجال تأمين السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين، وهي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية، مضيفا أن التوعية جزء أساسي في منظومة العمل الأمني، الأمر الذي يتطلب العمل على تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة أحدث التقنيات بهذا المجال. من جهته ألقى المهندس غسان غالب أبو الفرج رئيس المؤتمر كلمة أكد فيها أن المؤتمر شهادة على حرص الجميع على التطوير والتحديث والاطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات في سبيل الارتقاء بهذه المهنة النبيلة، منوها إلى استعراض التحديات المشتركة والمشاركة بالحلول التي تزيد من رفعة هذه المهنة وتفتح آفاقا جديدة لتطويرها. كما أعلن رئيس المؤتمر في كلمته عن تشكيل منظومة جديدة معنية برقي المهنة، وهي المجلس الاستشاري الإقليمي للرابطة العالمية لرؤساء الإطفاء. من جهته أكد دان إيجلستون رئيس الرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء أن هذا المؤتمر حدث تاريخي ويشهد تشكيل علاقات جديدة عابرة للحدود، موضحا أن النجاح نتاج التعاون والشراكة مع شركة أرامكو السعودية والدفاع المدني بمملكة البحرين. في سياق متصل ألقى العقيد علي الحوطي نائب مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني كلمة أشاد فيها بدعم معالي وزير الداخلية للمؤتمرات التي تثري جوانب الصحة والسلامة والبيئة وكذلك عمليات الإطفاء والإنقاذ، منوها بحرص معاليه على الارتقاء بالمستوى الفني لفريق الدفاع المدني وتكوين وإعداد كوادر مؤهلة ومدربة علميا وعمليا. وأشار إلى أنه تم الإعداد والتنسيق لفعاليات المؤتمر من خلال شراكة استراتيجية بين كل من الإدارة العامة للدفاع المدني وشركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء وكل من أجهزة الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت وعدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية. كما ألقى المهندس علي محمد الزهراني المدير التنفيذي للسلامة والأمن الصناعي في شركة أرامكو السعودية كلمة أكد فيها اهتمام الشركة بالوصول إلى أعلى المعايير العالمية خاصة في المجالي التقني والعملياتي، مشيرا إلى جهود أرامكو في مواجهة الحوادث والحرائق باستخدام التصاميم والخطط الهندسية وتطوير استخدام التقنيات ذات العلاقة وخطط الطوارئ. هذا وقد قام معالي وزير الداخلية بتكريم القائمين على المؤتمر والمعرض وضيوف الشرف وشركاء النجاح والشركات الراعية، مشيدا بحرصهم على عقد المؤتمر في مملكة البحرين والتي تعمل وبشكل مستمر على تشجيع هذه النوعية من المؤتمرات المتعلقة بالسلامة العامة باعتبارها أمرا رئيسيا في كافة البرامج والمشاريع التنموية. المؤتمر الدولي الثاني لعمليات الإطفاء والإنقاذ جاء ليؤكد على ضرورة حماية الأرواح وصون الممتلكات وتأمين السلامة العامة للمواطنين والمقيمين،
ليعتبرها أولوية تتصدر تلك المهام التي يناط بتأديتها من قبل الأجهزة الأمنية كافة. ولعل جهاز الدفاع المدني في أي دولة تضمها المعمورة جمعاء يأتي في مقدمة تلك الأجهزة المؤتمنة على حياة الرعاية التي تحتويها المجتمعات على اختلاف تعدادها السكاني. نحن نجتمع لنتشارك ونتراءى ونوجد حلول التحديات التي تواجهنا. أيضا نطمح إلى استخدام التقنيات المتقدمة زي البيج ديتا والآي آر 4 الانتسير ريفولوشن نمبر 4 في تقنيات الاطفاء والانقاذ. تبادل الخبرات اللي موجوده في بعض المناطق، يعني مثل الخبرات المتواجده في الكويت من ناحيه حرائق الابار، من ناحيه الصناعه النفطيه في ارامكو، تعتبر من اكبر الشركات في العالم للطاقه، في الاخوان في مملكه البحرين، بعض الحوادث اللي سقوط الطائره كذا، فهذه تعطينا نوع من تبادل الخبرات. من على أرض البحرين وعلى مدار 3 أيام يأتي هذا التجمع الدولي الواسع الذي يضم عددا من القيادات والخبراء في مجال الإنقاذ والإطفاء من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومن الدول الشقيقة والصديقة، ممن سيعمدون إلى الوقوف على عديد الموضوعات والأوراق العلمية الرامية إلى تحديد الوسائل الداعمة لآلية تطوير عمل الدفاع المدني وبحث إمكانية تطوير سبل وأساسيات القيادة والسيطرة، مما يحقق الإدارة المثلى للحوادث والكوارث. التقنيات تسهل على أعمال الدفاع المدني، واستخدام التقنيات الحديثة يتقلل إنه من مخاطر على رجال الدفاع المدني، ولهذا من الأهمية أن المنطقة تتعرف على ما هو أحدث موجود في السوق. عناصر عملية الإطفاء، يعني سواء كان ما يتعلق بالآليات والمعدات ومن ثم أدوات مواد الإطفاء، والأهم من ذلك كله تطوير قدرات رجل الدفاع المدني، مهاراته من خلال تدريبه وتأهيله. هذه الثلاثية سيدي فيما لو اكتملت يكون الأداء في أفضل حقيقة مستوياته، ويحقق الهدف الأسمى الذي طالما دعت إليه أجهزة الحماية المدنية في العالم. طبعا ينقسم المؤتمر إلى محورين، المحور العلمي والمحور العملي. المحور العلمي هناك عدد 15 جلسة نقاش متعلقة بجميع جوانب عمل رجال الإطفاء والإنقاذ، كذلك عندنا اللي هو الشق العملي، تدريب على القيادة والسيطرة في مجال الإطفاء والإنقاذ، وعندنا شق الإنقاذ في العمليات الصعبة. مؤتمر خصصت بين أروقته مساحة وافية ستتكفل بتسليط الضوء على أحدث التقنيات العالمية فيما يتعلق بأعمال الإغاثة والإنجاء، عبر مشاركة ما يزيد على 35 شركة عارضة، إلى جانب حضور لافت من المراكز التدريبية والفنية والمعاهد والمؤسسات التعليمية التي تختص بهذا الجانب. احنا فخورين احنا مشاركتنا في المؤتمر هذا، لانه المؤتمر يعتبر من احد ركائز استخدام التقنيات العالية المستخدمة على مستوى العالم. عبارة عن تأسيس حركة نقل المعلومات بين جميع الافراد، بحيث انه تكون تهدف الى حماية المواطن والممتلكات، تأمين الارواح والحفاظ على الممتلكات، مسؤولية تتطلب التسلح بالدراية التامة في التعامل مع متنوع الملمات والنوائب ورفع سرعة الاستجابة البشرية ومستويات الجاهزية الفنية الفائقة لعمليات الإنقاذ والمساعدة للتقليل من أضرارها أو تفاديها إن أمكن. لا فوت من طوفان الحوادث وطغيان الكوارث إلا إذا علمت الكيفية الملائمة في التعامل معها حتى قبل حدوثها، فالأخذ بيد التوقعات وإعداد اللازم من الإجراءات الاحترازية قد يقلل من أضرار حلول السيء من الفواجع، ويمنع وقوع المصائب التي لا تنذر ولا تنبه بوقت مجيئها. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.